أهلا بكم من جديد، والجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. قال فؤاد سبوتة عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر أنه لا خوف على العلاقات الجزائرية العراقية، واستبعد سبوتة إمكانية تأثر العلاقات الجزائرية العراقية بما وقع في ملعب بولوجين يوم أمس الأحد أمس الأول. وقال سبوتة في تصريح لأصوات مغاربية في قناة الحرة: يجب أن نضع الحدث في سياقه الطبيعي بعيدا عن أي تأويلات أو توظيف سياسي قد يضر بمصلحة الشعبين والدولتين معا. وأكد المسؤول السياسي الجزائري أن تجاوزات عديدة تحدث في ملاعب في بعض الملاعب الجزائرية، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل السلطات المسؤولية فيما يقع، بدليل أن مثل هذه الهتافات لم يسلم منها حتى رئيس الجمهورية الجزائري الذي يتعرض للسب والشتم من قبل مناصرين لا يتوقفون عن انتقاد جميع المسؤولين على حد قوله. وختم المتحدث كلامه بالتأكيد على أن المسؤولين في بغداد يدركون جيدا المواقف المشرفة للدولة الجزائرية من الأزمة العراقية، والتي ظلت دوما محايدة ودائما للوحدة بين العراقيين. هذا وعبرت الأوساط الرياضية عن أسفها لما رافق مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري من أحداث مؤسفة من قبل بعض الجماهير الجزائرية التي أدت إلى انسحاب الفريق الجوي بعدما كان الفريق الجزائري متقدما بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب بولوجين في العاصمة الجزائرية ضمن إياب الدور الأول لبطولة الأندية العربية لكرة القدم. تقرير كريم درويش. استياء كبير يسود الشارع العراقي بعد أحداث مباراة فريق القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري، والتي جرت في ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة الأندية العربية بعد انسحاب الفريق العراقي من المباراة جراء تجاوز الجماهير الجزائرية بإطلاقها هتافات عنصرية وطائفية بحق العراق مخالفة للأعراف والقوانين. هذا الفعل شهد غضبا عارما من قبل الوسط الرياضي رافضين ما تعرض له فريق القوة الجوية، مطالبين الجهات العليا في العراق ومنها وزارة الخارجية للتدخل الفوري لرد كرامة الرياضة العراقية. كرياضين أتمنى يعني وكلاعب دولي سابق أتمنى من الحكومة العراقية ومن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يتخذ موقف جاد من هذه القضية حتى يكون في ردع للمستقبل. جوي مثل العراق كان ضيافته للفريق المنافس بأحسن وجه، لكن لاحظنا المغاير من الضيافة الأخرى من الفريق الآخر كانت يعني شتم وسب واستفزاز وقضايا مذهبية، فأعتقد أنه هذه الحالة انحازت أو انحرفت عن الرياضة الآن، فيجب على وزارة الخارجية أن تحفظ كرامة العراق. إدارة القوة الجوية بدورها قدمت شكوى رسمية ضد الفريق الجزائري عن طريق الاتحاد العراقي الذي بدوره سيضعها على طاولة الاتحاد العربي لرد الاعتبار ولعدم تكرار ما حصل من أحداث مؤسفة في وقت شهد استقبال الفريق الجزائري في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب كربلاء حفاوة كبيرة من قبل الجماهير العراقية. احنا قدمنا اعتراض رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم بدوره يوصل الاتحاد العربي اعتراضنا هو على الشعارات الطائفية اللي حدثت في المباراة اللي مست من العراق، هي شعارات سياسية دينية طائفية. احنا نطالب الاتحاد العربي بأن يرجع لنا حقوقنا على اعتبار انه هذه مست بسيادة العراق وبكرامة العراق وبكرامة الفريق واللاعبين. إدارة الأندية ومنها فريق الزوراء رفضت تصرف الجمهور الجزائري تجاه فريق القوة الجوية، معبرين عن استيائهم للإهانة التي تعرض لها فريقهم والعراق بشكل عام، فيما جاء الرد الرسمي من قبل الاتحاد العراقي برفضه هذه الممارسات غير المقبولة، مطالبا الاتحادين الجزائري والعربي بالاعتذار ورد كرامة اللاعبين ورياضة العراق.
كإدارة الزوراء نوقف ضد بقوة بهذا الموضوع. نعم مع الأسف يعني فريق الجزائري الشقيق يعني بدأ في مبادرة سيئة باتجاه فريق القوة الجوية. احنا كرياضيين كإدارة الزوراء نرفض بقوة، خصوصا ان تمس الوطن قبل كل شيء، فالعراق خط احمر بكل الاتجاهات. كريم درويش، الحرة، بغداد. وللحديث عن هذه المباراة استضيف من بغداد الفريق الركن محمد العسكري المشرف على الأندية الرياضية العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، ومن الجزائر ينضم إلينا الإعلامي والناقد الرياضي الزميل رفيق وحيد. وأبدأ من بغداد مع الفريق الركن محمد العسكري. سيادة الفريق، أهلا بك في استوديو الرياضة. كيف تقيم ما حدث في لقاء القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخ حسام ولمشاهديك الكرام وضيفك الكريم. يعني كما تعلم أستاذ حسام، يعني الرياضة وخاصة كرة القدم هي رسالة سامية لتقرب الشعوب المتباعدة والقارات البعيدة. كيف بين الأشقاء؟ يعني بالحقيقة صدمنا وفوجئنا بهذا الموقف. يعني كان استقبال الوفد كما ظهر في تقريركم بأعلى المستويات واهتمام كبير، وجدا كنا فرحانين بوجود الأشقاء الجزائريين يلعبون على أرض كربلاء المقدسة. وبالتالي علاقات العراق والجزائر علاقات قوية وعلاقات متينة، والعراق دائما ما وقف مع الجزائر في عمليات التحرير من ونيل استقلاله في ستينيات القرن الماضي. وأنا أعتقد أن أنا عمري ما شفت الجزائر مرة واحدة هي عن طريق الرياضة راح تترأس وفد الرياضة العسكرية في اجتماع في الجزائر. فتحدث لي في حينها السفير، قال عندما استقلت أعلنت استقلالها الجزائر من الاستعمار الفرنسي، جاء الرئيس في حينها بن بلة مع جمع السفراء يوزع لهم أراضي في منطقة خاصة بالسفراء على من أجل أن يشيدون أبنية عليها لسفاراتهم. قال السفير العراقي والسفير المصري إلى جانب، هؤلاء هم من يختار، لأن هؤلاء الشعبين والدولتين هم من ساعدونا في نيل الاستقلال. فكان هذا التقدير، يعني الوفد العراقي كان والوفد المصري يختار الأرض التي يشاءوا، من ثم هم يقسمون على باقي السفارات. يعني للأسف انصدمنا. نحن نقدر أنه هذا لا يمثل الشعب الجزائري، شعب الجزائري شعب عربي وأصيل وبالتأكيد هو مع الشعب العراقي، ولكن هناك من يستغل. نعم قد يقولون هناك نفر من يستغل، وخاصة من يدعي الإسلام ومن يدعي هاي الأحزاب المتأسلمة التي تحاول أن تستغل مثل هكذا تظاهرات، ولكن هذا لا يمنع أنه هناك حكومة وهناك بطولة عربية يجب أن تكون منسقة وإشراف عليها بشكل دقيق وحازم، ويجب أن تكون هناك توجيهات. إن لم تستطيع من استضافة مباراة وسيطرة على جمهورك اعتذر. طيب. أعمل الآن الأشقاء المصريين وضعهم الأمني بشكل جيد، ولكن حددوا في المباراة أنه مثلا استاذ القاهرة لا يدخل أكثر من 2000 أو 3000، فأكو إجراءات حكومية. يعني هذا أعذار غير مقبولة أنه الوفد العراقي يتعرض إلى هكذا إهانات، وهي مباراة كرة قدم، انفاز الجزائر وانفاز العراق. نعم. وما قيمتها يعني بقدر ما قيمتها أشوف رأي الأخوية. ضيفنا من الجزائر، أنتقل أعزائي المشاهدين إلى العاصمة الجزائرية لأرحب بالزميل الناقد والإعلامي الرياضي رفيق وحيد. أستاذ رفيق، أهلا ومرحبا بك في استوديو الرياضة. مثل ما ذكر الفريق محمد العسكري، القواسم المشتركة يعني كبيرة وعديدة بين الشعبين العراقي والجزائري، لذلك تفاجأ فريق القوة الجوية وجماهيره بما حدث في ملعب بولوغين. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ نعم يبدو هناك خلل في الصوت، ان شاء الله بعد ما يصلح الخط يعود لنا الاخ رفيق. ارجع للفريق محمد، اليوم يعني كانت هناك اعتذارات عديده وصلت من اللجنه الاولمبيه الجزائريه، من الحكومه الجزائريه ايضا، كيف يعني تنظر لمثل هذه الامور؟ هو هذا الصحيح أستاذ حسام، ينبغي أن يحتوى هذا الموضوع وأنه يحجم هذا الموضوع حتى لا يتكرر. هنا البطولات مستمرة واللقاءات العربية مستمرة، فينبغي أن يبادر الأخوان في الاتحاد الجزائري والحكومة الجزائرية وحتى نادي اتحاد العاصمة أن يبادروا مبادرات إيجابية للتعبير عن رؤيتهم الحقيقية وشخصيتهم الحقيقية. يعني مسألة نفر من الجمهور يقوم بهذه وكأنها شغلة مبرمجة، إضافة للاستفزازات الأخرى التي تعرضها
وصلوها الوفد. يعني أنا في اتصال يومي أستاذ حسام يعني منذ وصول الوفد من حجز الوفد الإعلامي من طريقة الاستقبال موظف واحد يستقبلهم، بينما هنا في بغداد الهيئة الإدارية السيد وزير الشباب قال كل منشآت وزارة الشباب في خدمة النادي الجزائري ونادي القوة الجوية، يعني هذا كلام يقال. وحتى قال أنا مستعد وزارة الشباب أن تتحمل نفقات إن لم تكن لديكم أموال كافية. موقف حكومي كامل مرحب بالشقاء. يعني لماذا يعني هذه الأمور التي تحدث مع العراقيين؟ طيب. أعتقد أنه هناك يجب أن تكون رسالة قوية من الاتحاد العراقي. وزارة الخارجية أعلنت موقفها، وزارة الشباب أعلنت موقفها، الاتحاد العراقي أعلن موقفه. ينبغي أن تصحح الأمور بشكل الصحيح. طيب. وينبغي على الاتحاد الجزائري أن يقدم ما يثبت حسن النية. خلي أروح الفاصل إذن أعزائي المشاهدين، مشوارنا معكم مستمر في برنامج سود رياضة، فاصل ونعود لتكملة المشوار، بقوا معنا. بكم من جديد وجزء الثالث من هذه الحلقة، وأنتقل مباشرة أعزائي المشاهدين إلى الجزائر لأرحب بالناقد والإعلامي الرياضي الزميل رفيق وحيد. أستاذ رفيق أهلا ومرحبا بك في استوديو الرياضة. القواسم المشتركة بين الشعبين العراقي والجزائري كبيرة وعديدة، ولذلك تفاجأ فريق القوة الجوية وجمهوره بما حدث في ملعب بولوغين. والله أهلا وسهلا، متشرف بحضوري معكم. أكيد كلنا تفاجأنا، ليس العراقيين فقط لكن المفاجأة كانت أكبر بخروج الفريق العراقي، يعني عدم إتمامه للمباراة. تعلمون أن الأمر يتعلق بمدرجات، المدرجات تجمع عدد من المناصرين من مختلف الأعمار من مختلف المستويات. الأمر لا يتعلق ربما بدكاترة وجامعيين حضروا إلى الملعب. أعتقد جازما بأن ما حدث مجرد سوء تفاهم فقط لا أكثر ولا أقل. عندما انطلقت المباراة هل حدث تجاوزات؟ لم يحدث تجاوزات، لعبنا شوطا كاملا ثم لعبنا شوطا ثانيا ولم يحدث أي تجاوزات. يعني لم يشتكي يعني أشقاؤنا العراقيين من تصرفات غير لائقة من الجمهور، جمهور اتحاد الجزائر بملعب عمر حمادي ببولوغين. لكن أنا أعتقد بأن على اختلاف المستويات، يعني مستويات الجماهير التي كانت حاضرة بملعب عمر حمادي، أعتقد بأن العديد منهم يشترك في الفهم بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ربما هو رمز العراقيين. لذلك ربما بعدما كانت المباراة تؤول نحو تأهل اتحاد الجزائر، أعتقد بأن عديد من الأنصار أرادوا ربما يعني إلقاء وردة على ضيوفهم العراقيين بالهتاف باسم صدام حسين والهتاف باسم فلسطين، يعني قالوا تحية فلسطين. أعود فقط إلى الوراء يعني لأدعب ما أقول. أخ رفيق، المنتخب الجزائري لعب. نعم أستاذ رفيق، وهل يحق للجمهور الجزائري أن يتصرف؟ خمسة جويل الأولمبيك كانت تساند يعني الفلسطيني. هل المطلوب من الجمهور الجزائري أن يتصرف بالنيابة يعني عن مشاعر الجمهور أو الفريق العراقي؟ الفريق العراقي والعراقيين لهم معاناة كبيرة يعني مع النظام السابق، وهذا يعني كانت هذه الهتافات هي إهانة للفريق العراقي اعتبرت. أيضا ما الربط أيضا بين هذا الموضوع؟ أوكي فلسطين ما يخالف، بس داعش أيضا كانت هناك هتافات مناصرة لداعش، وأنت تعرف ماذا عملت داعش في العراق، كيف أباحت الدم العراقي وكيف استباحت المحرمات العراقية يا أخي. فهذا يعني شكل إهانة للاعبين. أكيد يشكل إهانة أكيد للاعبين، لا أقول العكس، لكن أنا أعود إلى مجريات المباراة. يعني حتى أكون صادقا معك، دعني أتمم حتى أكون صادقا معك. أنصار اتحاد الجزائر يعني مصنفون في الجزائر من أفضل يعني الأنصار على الإطلاق، يعني هذا معروف في الجزائر. وأقول أن الجماهير التي كانت حاضرة لا تملك جميعا نفس المستوى التعليمي والفكري أكيد. نعم. وعندما انطلقت المباراة أنا لست بصدد التبرير، يعني نعم. يعني تمجيد داعش يعني يجب يعني انتقاده وشجبه أكيد، ولكن أعتقد بأن في البداية كان هناك سوء تفاهم. أنا على يقين بأن القول الفلسطيني
بين القوس صدام حسين على انهم ربما يلقون وردة على ضيوفهم العراقيين. اكيد بعد ذلك حدثت تجاوزات يجب شجبها، يعني الخروج على النص غير مطلوب ومرفوض ايضا، لكن تحدث عاده حتى في المدرجات الجزائريه اهانه وسب. انا لست بصدد التبرير، نحن ننتقد ونشوف كل ما يحدث في المدرجات الجزائريه، لكن ذلك لا يعبر عن موقف الشعب الجزائري، لا يعبر عن موقف الدوله الجزائريه. نعم، اعود الى بغداد الى الفريق ركن محمد العسكري. سيادة الفريق، يعني مثل ما تحدث الأخ رفيق أنه موقف الجماهير لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة الجزائرية أو الدولة الجزائرية، وإحنا أيضا عرضنا تصريح فؤاد سبوتة عضو حزب التحرير الوطني الحاكم اللي قال أنه العلاقات العراقية الجزائرية ما راح تتأثر بهذا الموضوع، لأن هذا موضوع يعني عرضي، وأنه الجماهير ممكن تشتم حتى رئيس الدولة عندهم. أخي الكريم، هذا الكلام يعني اللي سمعته من الأخ، يعني هذا شوف يعني هو منصدم من سحب الفريق. يعني أنت لما تتعلق المسألة ببلدك وإهانة لبلدك، ما ممكن أنه أنت يعني على مود مباراة كرة قدم تسمع الشتايم وجمهور غير منضبط ونفر قليل ويشتمون الرئيس ويشتمون غيره، إذا ما عندكم قدرة على التنظيم. يا أخي أنت أقرأ قوانين الاتحاد الدولي وتعليمات الاتحاد العربي وأقرأ القانون العالمي، أنتم وين عايشين؟ أنت في الدوري الإنجليزي على لاعب قذفولة موزة لاعب برازيلي تعاقب النادي وتعاقب الاتحاد، والجمهور اعتبروا أنه استهانة بمشاعره، أنه يعتبروه كقرد، وهذا يعني هذا أمور بسيطة. أخي إذا أنت الآن مصر الشقيقة عندها مباراة بالدوري الأفريقي والدوري العربي، تحدد عدد المشاهدين. هذا كلام يعني إحنا ما نريد هاي التبريرات. إحنا قلت بالبداية أنا هذا ما يمثلون الجزائر ولا شعب الجزائر ولا يمثلون الشعب الأصيل الجزائري، ولا لكن هناك دولة وعلم تحترمون علمكم ودولتكم تحترمون، ما تنظمونه، ما تقدرون على التنظيم، اعتذروا او جعلوا المباراة بدون جمهور اذا ما سيطرون. يعني لو كان هذا حدث في 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 كربلاء وحدثت هتافات على النادي الجزائري وعلى الجزائر، هل كان تقبلها سيادة الاخ رفيق وحيد او اي واحد مسؤول جزائري؟ اخي احنا اشقاء عرب، انتم تمجدون بصدام وفلسطين، حرركم فلسطين، اذا انتم بتحبون صدام اللهم يرزقكم ان شاء الله بعد مثل صدام حتى تعرفون انتم شلون يحكمكم. انتم هذا لا تاخذون هاي العواطف الكذابه والتجاره هاي السياسيه. عندما دخل الوفد العراقي، خلينا نشوف رد الاخ رفيق استاذ محمد. الجزائريه احترمت الوفد العراقي. نعم. اكيد ان سيدي تم اتهامنا بالارهابيين، وصفونا بالارهابيين في ملاعب يعني اشقائنا العرب، واكملنا المباراه يا سيدي الفاضل، اكملنا المباراه في العراق، في العراق، في العراق. ما حدث لا اجبنا في العراق، انا ما مسؤول عن غيري، انا ما مسؤول عن هذه الدوله. دقيقه استاذ محمد خلي يكمل. اخي العزيز السب والشد استاذ محمد خلي يكمل. الجزائريين نعم. لعبنا المباراه. نعم لعبنا المباراه. هاي وين كانت استاذ رفيق؟ في اي بلد؟ 2009 كانت في مصر في القاهره. ها في القاهره. نعم في 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 تصفيات مونديال 2010. نعم. تم الاعتداء على حافل المنتخب الجزائري، تم طعن الانصار الجزائريين، وصفونا بالارهابيين، حتى منتخب مصر عندما لعب في عنابه في 2001 بارض الجزائر وصفونا، وصفوا اللاعبين، وصفوا الجماهير الجزائريه بالارهابيين. اكملنا المباراه، حدث لنا عدة تجاوزات. نعم. أنا لست بصدد التبرير سيدي الفاضل، لكن أقول لك مجريات مباراة اتحاد الجزائر أمام الفريق العراقي الشقيق لم يحدث فيها أي شيء خلال أكثر من ساعة لعب. صحيح. هذا دليل ومؤشر واضح على أن الجماهير الجزائرية احترمت الضيوف. لكن حدثت هناك بعض التجاوزات، ربما بعض أقول ربما شعروا باستفزازات فخرجوا على النص. الخروج على النص مرفوض، أنا معك أتفق معك، لكن هذا يعني لا يعني أن الجزائر غير قادرة على التنظيم. الجماهير الاتحاد من أحسن جماهير الجزائرية. قلت وأعيد، لقد ناصرنا نحن الجزائريون، ناصرنا فلسطين بأرض الجزائر وأطلقنا صافرات الاستعجال على المنتخب الجزائري، لكن المنتخب الجزائري أكمل المباراة سيدي الفاضل. كانوا يقولون في مباراة ملعب عمر حمادي مجدوا صدام حسين، قالوا تحية فلسطين، هما كانوا يعتقدوا بأنهم بذلك يلقون وردة على الوفد العراقي لأن صدام حسين يشكل رمز العراق. بعد ذلك ربما شعر بعض الأنصار باستفزازات بعض أقول بعض أعضاء الوفد العراقي فخرجوا على النص، ولكن رغم حدثت هناك استفزازات الخروج على النص مطلوب، اتفق معك، لكن ذلك لا يفسد للود قضيه بين الشعبين العراقي أكيد. والجزائري سيدي الفاضل. اكيد، خلي استمع لحديث المدرب باسم قاسم
بعد أو خلال هذه المباراة حديثة للصحفيين اللي أبدأ بانتعاضه مما حدث وهو في أرض الملعب. نتابع. من اول ما حضرنا غيروا الملعب ما تكلمنا ما بدنا نستفز الجمهور، اشوف المعامله بالفندق كيف كانت، كل الامور كانت ضدنا مع هذا ما تكلمنا ولا تكلمت انا بالمطبخ، لانه احنا رياضه واخوان ونجم واضح بالرياضه، خلالها وتشجيعات الطائفيه مرفوضه، احنا جمهور كامل ملعب كامل يحب الطائفيه ويسبنا ويسب بلدنا، ما جينا نلعب رياضه من اجل هذا الشيء، جينا من اجل احنا واحد ما بينا وتفضل. شوف البلاد العربية تمسكت بوضع الأفكار المتطرفة، هذه الأفكار المتطرفة موعد للرجل، موعد للرجل، على شنو نلعب رياضة؟ على شنو نلعب رياضة؟ نتمسك يوم أكبر وشعب واحد. أعتذر لرداءة صوت في هذه المقابلة التي أخذت عن طريق السوشيال ميديا بالموبايل. أخ رفيق، يعني باسم قاسم مدرب نادي القوة الجوية هو من أرض الملعب يقول أنه الأمر انسحب حتى على الفندق، يعني كانوا ما كانت ما قدمناه يقول في كربلاء وفي العراق لما اجى فريق الاتحاد العاصمة ما قابلونا بمثل ما قابلناهم. المعلومة حول الفندق لا أملكها، أكيد أن ما أعرفه أن الوفد العراقي الشقيق استاء لتغيير أرضية الملعب، كان من المفروض أن تجري المباراة في ملعب 5 جويلة الأولمبي بالعاصمة من عشب طبيعي، لكن الملعب تم غلقه قبل أيام بسبب تدهور أرضيته، حتى ملعب البليدة الذي كان المنتخب الجزائري يستقبل فيه ضيوفه تم غلقه بسبب تدني أرضية الملعب، لذلك اتحاد الجزائر عاد إلى ملعبه الصغير. اللاعبون الجزائريون الذين كانوا في العراق أشادوا بكرم ضيافة الأشقاء العراقيين، هذا أكيد نحن لم نخفي ذلك ونحن نقدر الشعب العراقي والوفد العراقي، لكن ما أريد قوله سيدي الفاضل أنه يجب أن نتفادى أن نجعل المدرجات يعني أو كرة القدم العربية تحت رحمة المدرجات، هذا خطأ سيدي الفاضل لأنه لا يعبر عن الموقف الرسمي. أي نعم يمكن أن تستاء من تصرف غلاق لائق من المدرجات، لكن هذا لا يعني أنك يعني تملك حق مغادرة أرضية الميدان وتدوير القضية عربيا. نحن شعب يمكن أن ننفعل بسرعة، لكن شعب نسامح أيضا بسرعة سيدي الفاضل. ما حدث لنا مع أشقائنا في المغرب مع مصر مع عدة منتخبات كانت تجاوزات خطيرة، لكننا سامحنا بسرعة وأصبحت علاقتنا مع المصريين طيبة جدا. لماذا يعني نفسد علاقة بين شعبين شقيقين؟ وهذا ما نخشاه أخرفير، ليست مباراة من أجل بعض المناصرين، ربما ما يخشى للوعي وتداعي. نعم لو تسمح لي، هذا ما أريد قوله سيدي. ما يخشى الجمهور العراقي أنه تتحول هاي الواقعة إلى نفس السجال الذي يحدث الآن بين الفرق الجزائرية والفرق المصرية وهو ما لا يحمد عقباه، وهذا الأمر هو اللي فاجأ الشعب العراقي وفاجأ الرياضيين العراقيين، لأن العلاقات دائما كانت متميزة بين العراق والجزائر. خلي أروح الفاصل وبعد نكمل مشوار هذه الحلقة. إذن أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكملة الحوار مع ضيفي الكريمين، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أدان حارس نادي اتحاد العاصمة الجزائر محمد لمين زماموش الهتافات المسيئة التي تسببت في انسحاب فريق القوة الجوية من المباراة بين الفريقين في بطولة الأندية العربية، وأكد الحارس أن فريقه لقي معاملة جيدة واستقبالا حسنا في مباراة الذهاب التي جرت في كربلاء، كما طلب من جماهير ناديه عدم تكرار مثل هذه التصرفات الخارجة عن نطاق الرياضة، كما قدم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الجزائرية مصطفى بيراف الاعتذار للرياضيين العراقيين عما بدر من بعض الجماهير في تلك المباراة. الاتحاد الجزائري اتحاد الجزائر نقل للفيستيار وطلب الاعتذار وطلب السماح إلى الرياضيين العراقيين، وأنا نزيد نضم الصف معاه ونطلب الاعتذار ونطلب الكل الإخوان والأخوات العراقيين باش ما يسيسوش الأمور. هذه جمهور والجمهور انتم عارفين في بعض من الأحيان ياخذوا يكون لهم تصرفات اللي في بالهم راح يضعف الفريق اللي راه ضد الفريق تاعهم.
الشعب العراقي والرياضة الرياضيين العراقيين إخوان، وإحنا في الخدمة معهم، وإن شاء الله هذه الشيء اللي جرى المؤسف هذا نفوتوه وما نشخصوش وما ننسيشوش، لأن العراق والجزائر بلاد شقيقة وبلاد إخوان وشعوب مع بعض إخوان. طبعا هذا حديث مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية نقلا عن قناة البلاد. نتعود إلى الفريق الركن محمد العسكري. أستاذ محمد، استمعت إلى حديث رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية اليوم، أيضا محمد الراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتصل باتحاد الكرة العراقي وقدم اعتذاره، ويوم أمس كان أيضا هناك حديث واعتذار من وزير الخارجية الجزائري بعد ما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الجزائري في بغداد. أكيد هذه المحاولات هي لرب الصدع ويعني وضع النقاط على الحروف حتى لا تتطور مثل هذه الأمور. ماذا يعني رأيك بهذه الباقة من الاعتذارات؟ هذا هو الشيء الصحيح، يعني عندما يعترف الإنسان بخطأ ما، سواء من جمهور من إداري من غيره، هذا من المنطق أنه دولة مثل الجزائر وتحترم علاقاتها وتحترم أشقائها أن تقوم بمثل هكذا اعتذارات حتى الموضوع ينتهي، ولا نعطي فرصة للآخرين أنه بزيادة المشاكل بين الأشقاء العرب. وهي بالتأكيد كنا متوقعين أن يكون اعتذار، والاعتذار أكثر بعد بشكل مكتوب أو هذا حتى الموضوع ينتهي. بس ما أستغرب إلى الحديث ضيفك الكريم أنه يعني على نقطتين مهمة. أول نقطة يعني يقول هتفوا على الفرق الجزائرية وطلعوا بالعراق، هتفنا بالعراق كانت لافتات في مصر مرفوعة أهلا وسهلا، يقصد في مصر لا أعرف أعرف سمعته بس بالعراق رفعوا له لافتات أهلا وسهلا ببلد المليون شهيد، والجمهور العراقي كان يحيي حتى من سجلوا هدف صفقوا لهم الجمهور العراقي وحيوهم. المهم أما بمصر أنت لا تحاسبني بجريرة مصر وبالمغرب، أنا أتحدث لك حادثة صارت أيضا بالبطولة العربية، كنت رئيس وفد في المغرب، أنا وقفت المباراة يقول لي على انسحاب، شنو قيمة مباراة كرة قدم ما أنسحب منها على 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 أهانة لبلدي وعلى سمعة وسيادة بلدي؟ في المغرب وقفت المباراة نصف ساعة لأن العلم قديم خالينا العراقي، أنا رئيس وفد كنت فيها كنت مع حسنية الأقادير، قلت لهم المباراة ما نلعب المباراة إذا ما تخلون علم العراق الحقيقي، وراحوا جابوا سيارة ورفعوا العلم وخلوا العلم ونصف ساعة. يلا هاي قضايا مبدئية مسألة وطن، أنا على مود مباراة كرة قدم أنت تطالبني أكمل والله دروح فوز أخذ البطولة بالعافية عليك، أنا ما محتاج هاي البطولة اللي أسرع بها ساعات البلدي، مشكلة آخر ما مستاعين خلي نشوف رد الأخ رفيق. نعم. أخي الكريم هذا عنده علاقة بالرسمية، بس اسمح لي أخي الكريم أستاذ محمد بس لحظة أخي الكريم سيد الفاضل. نعم أستاذ محمد بس لحظة تفضل أستاذ رفيق تكلم. أنا أقول قضية راية يعني ترفع راية خطأ لبلد ما هذه أو نشيد وطني، هذه قضية تخص الرسميين، من واجبك أنك ما تلعبش المباراة، أنا معك، ولكن اليوم أقول لك ما حدث حدث في المدرجات يا سيدي فاضل، ما حدث للعراق وعدة الدول العربية، أقول العراق تألم له الجزائريون كثير، كنا نتألم ونبكي لحال أشقائنا العراقيين، فكيف لنا اليوم أن نهين أشقائنا العراقيين سيدي الفاضل؟ كان يجب أقول لو شعرتم بالإهانة لمجموعة من الأنصار ربما لم تكن واعية أنا أعتذر لك يا سيدي الفاضل، بارك لكن الله. هذا لا يجب الله يبارك قضية نحن نكون كل احترام للشعب العراقي. ما كان عليكم أن تغادروا أرضية الميدان سيدي الفاضل، لو تتعاملون بنفس المنطق أو نتعامل نحن بنفس المنطق سنوقف كل المباريات التي نلعبها ولم يكن هناك يعني سأجيبك مباريات بين المنتخبات العربية. أستاذ رفيق الفريق العراقي لن ينسحب باسمي وباسم الأسرة الإعلامية سيدي الفاضل، لكن ما يحدث في المدرجات لا يعبر عن رأي كل الجزائريين وعن دولة جزائرية. هذا متفقين عليه أخ رفيق، أنا معك الفريق العراقي ما انسحب، اسأل مشرف المباراة كابتن الفريق مدرب الفريق طلب من مشرف المباراة قال له باقي 10 دقائق ربع ساعة تخلص المباراة، قال تمشي على سلام، اخرج هؤلاء النفر الضال
اللي يسيء للشعب الجزائري ويسيء للعلاقات وانا اقبل المباراه. نعم. وبالقانون الدولي انتم رياضيين تعرفون ممكن الحكم يوقف المباراه 10 دقائق ربع ساعه يخرجون المسيئين وتستمر المباراه. الفريق العراقي بكان يريد تمشي الامور اعتياديه، ولكن لما وصلت الى هذا السفير العراقي جالس في المنصه راسا خرج ترك لانه ما يتحمل الاهانات على بلده. هذا جانب اخر اخي انت انا معك، احنا ما نحمل الجزائر كلها، احنا بالعكس هاي الاعتذارات وهذا كلامك اللطيف وهذا مشاعرك هذا احنا نقدرها وهذا الموضوع نعتبره، بس احنا نتحدث انه غصه والم يعني ما يجوز نتوقعها من غير شعوب من غير بس من الشعب الجزائري اللي دائما العراق هو مع الجزائر والجزائر مع العراق. احنا هاي اللي نقول هاي الاخطاء يجب ان لا تتكرر، والعلاقات الاخويه اقوى من مباراه كره قدم، وهي ما نريد احنا نتحدث الاخوان الجزائريين كمو دوله وشعب، ولكن البنادي هم مخططين على نتيجه المباراه. وهاي النتيجه يعني غيروا الملعب، انت لما تعرف عندك جمهور صعب انت ليش لا تحجج لانه الارضيه غير صالحه وغير هذه، انت اخلي ملعب كبير حتى الاصوات ما تنسمع، يعني اسوي اجراءات كثيره يعني اذا عنده مشكله مع بعض من الجمهور. لا والله يعني والله الارضيه هاي امور يعني هاي وغلقت وحتى المنتخب الجزائري ما قدرش يجري فيها حصص تدريبيه. لا ارضيه الملعب انتم بس اسمح لي بس لا تحلف الله يخليك، هم قبل اسبوع لعبوا بدوري ابطال افريقيا كانوا استاذ محمد وكانوا يطلعون من البطوله على عشر. انا لي راي اخر. نعم. استاذ محمد لو تسمح. نعم. لي انا اقول انه الحمد لله والشكر جرت على ملعب. نعم. بولوجين اللي جماهيره ومدرجاته محدوده، لو كانت على ملعب 5 جويليه اللي يتسع لاكثر من 65 الف متفرج ربما كانت هناك كارثه اخرى تعرضنا لها في الدوره العربيه في افتتاح الدوره العربيه استعرض ايضا الوفد العراقي وايضا جوبه بنفس الهتاف مما احرج الرئيس الجزائري بوتفليقه حينها وطالب الجماهير بالهدوء يعني والحمد لله خسر المشكله الحمد لله عدت يعني على اي حال الحمد لله فريق الجويه خسر طيب الجويه لو فايز شلون يعني بس استاذ رفيق يعني امزين خسروا هو انا انقل هذا السؤال لاخ رفيق قبله هل اعطوني بلد اعطوني بلد منتخبه يلعب امام منتخب بلد ضيف والانصار يساندون منتخب البلد الضيف، اعطوني حادثه مثل هذه، انا نعطيك دليل على ان صحيح. الشعب الجزائري شعب ربما ينفعل بسرعه لكن صحيح. يحب ويسامح كثير وبسرعه يا سيدي طارق اخ رفيق هناك مجموعه من الاخ رفيق على النص لو تسمح لي يحمل كل الشعب الجزائري نعم لا احد يحمل الشعب الجزائري فرجة اكبر لا ولذلك احنا نحاول يعني نضع النقاط على الحروف العلاقات والوشائج كبيره بين الشعبين العراق والجزائر ولذلك فوجئ الجمهور العراقي بما حدث وتناهى الى معلوماتي ايضا من مصادر خاصه في الجزائر ان هناك بعض المندسين في الجمهور الجزائري هم ليسوا من جمهور المباراه ولا من جمهور اتحاد العاصمه يحاولون استغلال مثل هذه المناسبات للتنفيس عما يدور في خواطرهم وتأجيج الخلافات والصراعات ما رايك استاذ رفيق في هذا الكلام؟ ربما نقول كل شيء ممكن في يعني جماهير كبيرة يعني 20,000 ولا 15,000 متفرج يعني يمكن فيه بعض الأشخاص اللي عندهم نية سيئة لكن للأمانة وأقول أنا مناصر أنا صحفي ومناصر فريق بلدية الجزائر لكن أقول فريق اتحاد الجزائر يملك أنصار من ذهب ونعطيك دليل أن المباراة عندما بدأت حتى الدقيقة 70 لم يحدث أي شيء لو كانت هناك نية مبيتة من كل الجماهير لكانت معاملة سيئة منذ البداية صحيح. نحن نعترف بأن العراقيون استقبلونا أحسن استقبال في العراق نشكركم ونعترف به لكن حتى أنصار الاتحاد الجزائري عند بداية المباراة كانوا يعتقدون بأن الهتاف باسم صدام حسين سيلقى صداه لدى ألقى صداه العكسي أستاذ رفيق وبدلا من الوردة التي تقول عليها اعتبر اللاعبون اعتبروا أنه كان يرمى عليهم حجر وليس ورد على أي حال أنا أشكر حضورك في معنا في الاستوديو في هذه الحلقة شكر جزيل للأخ رفيق وحيد الإعلامي والناقد الرياضي العزيز إلقاء الحجر والتجاوزات اسمح لي نكمل الفكرة مهمة جدا مو الوقت انتهى إلقاء الحجر والتجاوزات والإهانة تحدث حتى في البطولة الجزائرية صح. نحن طيب. يعني ونتمنى أنه يزدل الستار على هذا الموضوع وينتهي هذا الخلاف إن شاء الله ضد العراقيين نعم. هناك دائما بعض الأنصار ينسون وسط مجموعة كبيرة من المناصرين أكيد وهذا ما يتفهم الجمهور الرياضي العراقي إن شاء الله هذا يجب وبعد هاي الاعتذارات هذا لا يعني شكرا 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 الناقد والإعلامي الرياضي الزميل رفيق وحيد شكرا على حضورك معنا والشكر موصول أيضا للفريق الركن محمد العسكري على حضوره أيضا في هذه الحلقة وإن شاء الله يجدد اللقاء وأنتم أعزائي المشاهدين نتمنى أن نكون قد وفقنا معكم في هذه الحلقة الشكر الجزيل لكم تحياتي وتحيات أسرة البرنامج ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله.